عمليا لم يتضح بعد بالنسبة للشرطة الإسرائيلية طبيعة ما حدث، لكن فعليا ما حدث هو عملية دهس في موقعين، في شارعين عمليا، بدأت في شارع وانتهت في شارع آخر. أصيب 8 إسرائيليين من بينهم واحد في حال حرجة للغاية. على ما يبدو كان هناك عملية طعن، هذا لم نتأكد منه بعد. ليس واضحا إن كانت هذه عملية على خلفية أمنية، بمعنى عملية دهس على خلفية أمنية، أم أنها على خلفية جنائية، لكن المعلومات الواردة من رعنانة، وهي مدينة تقع إلى الشمال بالفعل من تل أبيب، بأن هناك على الأقل 8 مصابين من قبل الإسرائيليين. الشرطة الإسرائيلية والإسعاف عمليا وصلا سريعا إلى تلك المنطقة. أغلق الشارعان اللذان شهدا عملية الدهس المتدحرجة.